عايز اختطف جنبي لوجه الله، اكسب فيها معروف، اكسب فيها ثواب. عاوز ايه بس ايه؟ انا حرام وعايز اتوب. تمام. طب هنعمل ايه؟ سرقت كتير، سرقت بنوك وسرقت شركات، عايز اختطف جنبي، وديني اي اسم شرطه، بلغ عني الناس، وديني حكومه، وديني اسم الهرم، اي حاجه. يا عم المسجد هناك. يا عم اقف جنبك. اعتبرني اخوك حرامي، ليك اخ حرامي وعايز اتوب، اقف جنب اخوك الحرامي. لا بص يا عم اتكل على الله. طب اسمعني بس، خلي حاجتك. شوف انا سارق ايه؟ ثلاث موبايلات معايا، محافظ ايه؟ ومعايا ساعات. سارق كل ده؟ اه كل ده. اقف جنبي بقى، بلغ عني اسم الشرطه وفيها فلوس ايه؟ اقف جنبي، اعتبرني اخوك. يا عم من امك وابوك، ابوك حرامي وامك حراميه واخوك حرامي، بس انت اللي نضيف فينا. يا عم اقف جنب اخوك الحرامي. ربنا يهديك. صدقني ارجوك بعد كده. ارجوك عشان خاطر ربنا. لا لا لا، حياه النبي. بروح للنيابه، بروح للنيابه. بروح ابوس ايديك يا عم. يا عم ابوس ايديك. تعالى وديني اسم الشرطه. انا اخاف اروح لوحدي. ايه ده؟ نفهم بس انت مين؟ انت اصلا تبع مين اصلا؟ انا من انت من اي منطقه؟ انا اصلا مش من هنا اصلا. انا ابن ناس محترم جدا والله، بس 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 ايدي واخده على السرقه. عايز حد يبلغ فيها الشرطه، وديني عشان انا ما اقدرش اروح لوحدي. انا يا عم مش هبلغ عنك. انا ما اقدرش ابلغ. انا يا عم ده جاي يرمي بلاه. يا عم اتكل على الله. ابوس على ايدك عشان خاطر اقف جنبي. التوبه هتبقى على ايدك. التوبه على ايده يا رب. التوبه على ايدك. ابوس على ايدك. التوبه جنب مني وسرقت مني الموبايلات. انا لا، دول شركات يا ريس، دول شركات. ده معايا وده معايا اهو. الاثنين دول معاك؟ ايوه يا ريس، ومعاهم الحاجتين والموبايلات في دمي. والموبايلات معاهم. يا عم انت مجنون. ايه يا عم انت مجنون؟ 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 انا جيت لك من هنا وحصل معايا موقف، لقيت نفسي حرامي فجاه، وبقيت حرامي وبقيت بسرق شقق وبسرق عربيات وبسرق. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز اتوب. عايز ربنا يكرمني عليكم. سلموني لاي اسم شرطه. طب اسمعني، قبل ما اسلمك وروح المسجد وتوب. طب سلمني لاي اسم شرطه وانا اتوب. الاسم موجود. اه وديني وديني اسم الاسم موجود. روح يا عم. الاسم موجود. بص سرق ثلاث موبايلات. عربيات كل ده. ايه ده؟ ومعايا محفظتين اهو. ايه يا عم ده كل ده؟ عايز اسلمك حاجه يا عم. عايز اسلمك حاجه دي. عايز اسلمك. عايز اسلمك. عايز اسلمك. اسمعني. طب اسمعني. خدهم ليك. بس انا مش عايز حاجه. انا مش عايز حاجه. يا رب اجعل التوبه على ايديهم يا رب. يا رب توبني على ايديهم يا رب. معلش يا مولانا، شرعت الموبايل من ليا. دي حاجه ليك اهو. الموبايلات كلها في دمهم. الشركات دي اهو. الشركات بتوعهم. التاريخ في ايدك اهو. من ده واحد جايب لك التاريخ. انا حرامي وعايز اتوب. طب ما تتوب بعيد عني. عندك جوامع وعندك اسم، روح سلم نفسك. خدني وديني في اسم. ماليش عارف طريق الاسم. انا حرامي. انا سرقت دم النهارده. انا مش ناقص. انا كده جاي. انا راجل على بابا. يا عم ساعدني. يا عم ساعدني. ابوس ايدك. بقول لك انا على باب الله. أكل. يا راجل اوطي على رجلك. ابوس. انا عليه تعبان ده ولا ايه؟ انا عايز اتوب. بص بص، كلهم خير والله العظيم. رزقك رزقك يا عم. يا عم اغسلني من ذنوبي. اتوب بعيد عني. طيب طب خدني وديني الاسم. انت عايز توديني في داهيه؟ لا لا لا، ما هي كده دي مصيبه. عايز افهم دلوقتي حاجه، انت اللي سرقت الموبايلات والمحافظ ولا هو؟ هو اللي مديهم لي. انت اللي كنت راكب الميكروباص. هو شريكي. هو اللي معاك التاكسي. هو اللي مديهم لي. هو شريكي بيقسم معايا. اه لسه دلوقتي. ازاي بقى؟ احنا نطلع على الشرطه. انا سواق. نطلع على الشرطه. ابوس على ايدك. وديني اي اسم شرطه. اعتبرني زي ابنك. انت زي ابويا او زي امي. خدني معاك. طب اقول لك يا ابن ناس قوي ومحترم قوي، بس للاسف الدنيا خلتني بقت حرامي، وانا مش عارف اتوب ازاي. طب اطلب منك انك توديني اسم شرطه عشان ربنا. وديني اسم شرطه. سلمني اسم شرطه. ببلغ فيا انا سارق حرام والله. سارق مش عارف. سارق بنك. سارق مكان. سارق ولا ايه؟ سارق عربيه بتاع واحد اقرع عشان محمد الصاوي. عشان خاطر ربنا. ارجوك معلش. بص بص، انا جايب ايه؟ سارق ايه؟ سارق موبايل من الاتوبيس والتاني ده بالقطر وده من المترو. خدهم خلوهم معاك. انا مش عايزهم. انا مش عايزهم. اسمعني. انا مش عايزهم. هقول لك حاجه. وسارق محفظتين اهم. انا مش عايزهم. وديني بقى اسم شرطه. هم الموبايلات معاك. خدها ابيعها بس. بس سلمني ارجوك. سلمني اسم شرطه. انت يا اللي كنت في الميكروباص وسرق الموبايلات؟ لا يا باشا، الموبايلات بتاع الراجل اهو. ودول شركاتك؟ وده شريكي وده شريكي. انا ما خدتش اي حاجه اصلا. هم اللي قالوا من الجريمه اهي. ايوه هم. يا عم احنا مش عارفين. محترم جدا والله. وابويا كان يعني كان شغال حاجه كبيره والدنيا يعني. المهم انا حرامي دلوقتي وعايزك تسلمني اسم شرطه. عايز اتوب على ايديك. عايز ربنا يتوبني على ايديك يا حاج. الله يبارك لك. احنا بنتمنى نعمل بس اسم شرطه. اي شرطه. اي اسم. يا عم احنا مالنا مضمون. اي مضمون يا عم. الحل يا عم. الحل. يا عم احنا هوريك حاجه بس. هوريك حاجه يا عم. طب حل يا عم. شوف لنا جرح فين يا عم. خلاص يا عم. لا لا يا حبيبي. لا هوريك. بص لا الطريق معاك مفتوح. لا انا بقولك يا عم. روح يا عم. انت ادي اللي سرقت في الموبايل بتاع الولي حامل. يعني دول شركاتك؟ دول يا
عم محمد كاميرا خفيه اسمها يضحك كركر وده ابويا الحرامي وانا الحرامي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. احنا بنعمل برنامج كاميرا خفيه اسمه يضحك كركر والكاميرا مش مخبيه لك اسمه ايه؟ يضحك كركر. بس محمد احنا كنا بنهرج معاك ودي كاميرا خفيه هي والاستاذ ابراهيم عبد العظيم ويضحك كركر. يضحك كركر. يا جماعه دي كاميرا خفيه يضحك كركر وكل سنه وانتم طيبين وبيضحك معاهم. كاميرا هناك اهي. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجكم السينما جاي. النهارده معانا احد اصحاب الكافيهات فنتعرف عليه. محمد احمد محمود. مين؟ محمد احمد محمود. محمد احمد اهلا بيك. حضرتك صاحب الكافيه. ان شاء الله خير. انا عايز اسالك طب احنا في رمضان انا عايز اعرف انت بيبقى بتتعامل ازاي مع الزباين؟ رمضان يعني في الفطار في السحور في ناس ممكن تيجي تحب اللي هي تفطر في المكان اللي هو ممكن الناس شغاله تيجي تفطر في المكان برضه في السحور في السهرات الرمضانيه في ممكن ساعه منتشر بالذات بالاخص منتشر ليفربول ممكن تلاقي في تجمعات طبيعه الشعب المصري يحب اللي هو يتجمع مع بعضيه ويقعدوا يتفرجوا على شهادة الماتش معايا. فعلا بيبقوا مصريين بس ولا في؟ لا لا والله يعني مصريين وفي عرب ساعات في كويت ساعات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ستوب ستوب اوعى ايدك ايه ده؟ ايه ده يا استاذ علي؟ استاذ علي ايه ده؟ مين اللي دخل؟ ايه يا عم انت فيه ايه؟ مش تبعك؟ مين اللي شفته مين؟ عندي محل سنكري. طب انا احنا مالنا معاك سنكري. حضرتك التلفزيون انا انتهزت فرصه ان التلفزيون موجود بالكافي فحبيت اعرف مشكلتي على المسؤولين وسالتك اقف جنبي عشان اقول لك. الكلام ده مسؤولين يا ابني. الكلام ده يعني ده بعد اذنك معلش ربنا يخليك لي يا رب. ممكن احكي قصتي بعد اذنك؟ يا استاذ علي. مش عارف. اعمل ايه طيب؟ بعد اذنك يا ماشي. بعد اذنك يا ريس معلش. طب بعد اذن حضرتك. نعمل شيء. انت بتعمل ايه كده؟ عشان اصعب على المسؤولين. بص دلوقتي ده عبيط ده ولا ايه؟ انا اللي حصل معايا حضرتك انا كان عندي محل كبير كده كنت فاتح فيه سمكره وجات البلديه قفلته عشان الترخيص وانا من دلوقتي متجوز واحده ومخلف خمس عيال ومعايا امهم واختها وحماتي ومش عارف اجيب مصاريف منين. يا سلام. فانا بطلب من حضرتك وسمكري وسمكري انا بطلب من حضرتك انك تعرض مشكلتي على المسؤولين يديني اي ركن صغير كده حاجه اتوه فيها اي حاجه لو الصبي بتاعي بعد اذن حضرتك. طب خلاص اعزائي المشاهدين دي رساله موصله من المواطن المصري اللي كان بيقف فيه وبيقول ان هو لما بيقف في الشارع البلديه بتيجي تشيل. انا في الحقيقه في الاول كنت زعلان منه لانه دخل هجم عليا كده واحنا بنسجل مع الاستاذ محمد فاحنا بنتاسف لك لكن في النهايه بنقول احنا برضه لازم نقف جنب الراجل ده ونشوف فعلا الناس اللي ملهاش مكان الصناعيه اللي ملهاش مكان بنطالب الساده المسؤولين انهم يوفروا لهم مكان يشتغلوا فيه. عشان المسؤولين ستوب نعم المسؤولين انا بعمل كده اطلع في التلفزيون. انت فاكر لما انت بعيط وتعمل كده المسؤولين بقى يقولوا ده غلبان يعني عايز المسؤولين ما تحترم نفسك. انا عايز المسؤولين ما تحترم نفسك بقول لك هم العالم دي كده. انا اسف يا استاذ اسف يا استاذ اسف. اعزائي المشاهدين احنا بنتعاطف مع الحاله دي مع الحاله الحقيقه يعني هو صعب عليك جدا. انت في ايه يا عم انت؟ ستوب ستوب. انت في ايه؟ اعزائي المشاهدين في الحقيقه انا بعرض مشكله ايمن. الحقيقه صعب عليا جدا. صعب عليا جدا لان اللي زي ده لازم يبقى ليه مكان. لازم يبقى ايه ده يا عم؟ ستوب. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ما انا بعرض مشكلتك. انا عملت حاجه يا استاذ ولاد بيشوفوني. هو دايما كده الغلبان تيجوا عليه في البلد دي. هنكمل زي المشاهدين اللي زي ايمن ده لازم نقعد نكمل. تدفع علينا انت داير يا ابني؟ لا اعمل ستوب اعمل ستوب. هنعيد الحته اللي فاتت.
زي المشاهدين لازم نتعرف مع ان اذا ايمن ده هيعمل ايه؟ هيسرق؟ لازم يبقى ليه مكان، لازم يبقى ليه مكان عشان يربي كم عيل عنده؟ عندي خمسة هموم وحماتي واختها. يعني ارنبة متجوز ارنبة. ولا انت ايه رايك يا باشا؟ ده شكله تعبان، شكله في حاجه. بس لازم برضه نقف جنب، ماشي نقف. اه الدوله لازم تقف معايا يعني. بس لا، والناس بس مش طريقه داخله دي، الناس لبعضها يعني. الناس لبعضها كلام جميل. انا لا اعمل ايه بقى؟ طب لا 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 تشكك فلوس ايه؟ احنا ما بنتكلمش في فلوس. ما انا اعمل ايه طيب؟ بقول بالناشد يعني، انت خليك معانا. انا بقول للناس ركن صغير، ركن بس. الدوله هتوفر لك ركن ان شاء الله. وما كانش الدوله الناس لبعضها، الناس لازم تقف جنب بعض. ولا ايه يا استاذ؟ اكيد طبعا، اكيد احنا نساعد بعضينا، واكيد نقف جنب بعضينا. واللي في ايده حاجه يقدر يعملها يعملها. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. اتفضل يا استاذ. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا استاذ. خلاص خلاص. يا باليا باليا استعيمة يا حبيبي استعيمة. الزبون مستعجل على الرفرف بتاعه، بيقول لك دعوا له دق تاني هنا وطرقه. بس بتعمل ايه؟ هو مش حضرتك قلت لي يعني في توفيق ان ربنا يخلينا ناخد ركن؟ انا واقف على الناس، لازم تقف في المواقف.